أول رحلة لي بالدراجة الهوائية داخل المغرب. الهدف هو قطع مسافة 770 كيلومتر. الانطلاقة غادي تكون من مدينة سلا، الوصول دوار أتو عزيز نواحي التارودان، بلاصة فين تزادي فرجة ممتعة. مرحبا بكم في رحلة العودة إلى الأصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فوقكم رشيد الحماني، طراجي جديد. هاد المرة غادي بالبيكالا كيما كتشوفوا. دابا راني شاد الطريق، انا في الرباط. ها هي حسام. انا خرجت من سلا دابا واحد شويه، فقت بكري الصراحه باش نمشي نبرد، ودابا شاد الطريق ان شاء الله. المهم غادي تبقاو معايا، غادي تشوفوا النهار كي غيدوز. البحر دابا زعما السونتر ديال الرباط، غادي مع الطريق الساحلية. دابا تقريبا لوسيو، عارف لوسيو. المهم شادين الطريق ان شاء الله، نمشي على الطريق هذه الساحلية. انا في الهرهورة دابا كما كتشوفوا، ونزيدو على شوية القدام ونشوف شي بلايص نفطر فيها. تخليش الجوع نزيدو نفطر. غنكون دابا ضربت تقريبا شي تنظم 25 كيلومتر 27، ما طلعت الصراحة في الماب. المهم غنمشي نشوف شي بلايصة نفطر فيها، ديك الساعة غنطل في الماب ونقول لكم بالضبط شحال شحال درت في الكيلومتر. وين القلق؟ المهم أنا قربت الصخيرات، خلي هاد شوية لهاد الجهة نوصل الصخيرات. والبيكالا هي هادي، راه تقول حطيتو الدور القدام ما درت والو، درت هاد السوية كدا. المهم هادشي كامل غندوي لكم عليه ان شاء الله في شي فيديو. داكشي اللي لصقت في كارا، داكشي اللي درت معايا مع عيال العيبات. وهو هاد الواد هذا ما عرفتش الصراحه شنو سميتو، يا خويا هنايا في هاد البحر، بحر خاوي. كنت ماشي عمو فيها شاد، يمكن الواد الحار غادي يوصف بزاف. شنو كيدير؟ ولا جاي من شي تيخوي في المصانع ولا شي لعيبه، المهم موسخ بزاف. نقدر ما يبانش ليكم مزيان في الجوبرا، ولكن انا بعينيا كيبان ليا مزيان. المهم قبيله كنت نقلب على شي بلاصه نفطر فيها، لقيت المحلات اللي هنايا في الطريق قهاوي داكشي مازال سادين قليل اللي حالين. صافي وماشي مشكل، اصلا جبت معايا باش نديباني الا ما لقيتش. صافي كليت تبار، كليت شي لعيبات. دابا غنزيد عاوتاني نشد الطريق ان شاء الله. نسيت ما قلتش لكم، دابا راه تقريبا ضربت شي 33 كيلومتر قريب لقيت هذه الصخيرات. بغيت قلت لكم انا ريحت البرا ونقول لكم 33 كيلومتر، ودابا شي باقي لي الصراحه، باقي لي الطريق. نحاول نوصل شي بلاصه نرتاح فيها حيت مازال ما ارتاحيتش مزيان، ونكمل. هذاك السيد راه اللي غادي بالموتور قبيله، باش كنت باقي لهي حدا داك شاطئ الاميرات تمشي 10 كيلومتر قبل، كان قال لي واش شفتي واحد راه دار لي شي صاكي ولا شي شويه ديال الصاك بحال هو دايز. لا انا كنت مريح في الدار واحد الساعه، ما اصلا ما فيهش الحظيه بزاف. صافي دابا داز من هنايا ما لقاش، حيت تبعو بالموتور بقى تيقلب ديك ما لقاش. الله يبقى فيا مسكين، قال لي خسر لي النهار. قلت دابا ما نمشي صاك ديال الخدمه، يمكن قال لي ما كنت عليه وما مشيتش. صافي مشى راسل الموتور ديالو غير. والله يهدي بنان، فهمتي بنان كيرزي كيرزي وعباد الله، فهمتي. وداك الشيء داكشي اللي غيلقى فيه دابا ديال لي شفرو، فهمتي، غيبيعو بشي ثمن قليل بزاف مقارنة بالضرر اللي غيدير لهاد السيد. وصلت لهاد البلايصة هادي، كاينة بين الصخيرات وبين بوزنيقة، تقريبا نص ديال المسافة بين الصخيرات وبوزنيقة بالضبط. مبقاش ليا بزاف البوزنيقة، نرتاح شوية هنايا صافي، وندخل البوزنيقة نتغدى تما، ونشوفو ديك الساعة البلان عاوتاني. ضروري نرتاح تما جاوا شوية، تمشي تمشي هاديك الشمس القاصحة، حيت دابا راه بدات كتقصح الشمس. إيوا وي ويدير الله تاوي للخير. المهم هنايا هاد القريعة دايرة خوات، عندي هنا واحد القريعة ديال الما باردة، كنت جبتها من كلاسيا باردة، نتبردو بها، غنديرها هنايا ونتبرد بها.
نعطيك فيها التلج ما نخوض داك الشيء اللي داب تبردوا به هو داخل الليل. هذا هو واد الشراط كاين قبل بوزنيقه بواحد شويه شي 9 كيلومتر شي اللي بقى ليا دابا باش نوصل لبوزنيقه بقى ليا بزاف نمشيو نتوكلوا على الله. انا كنحسن نتغدى في مول ديال الجوع داكشي علاش خديت هاد الشوالي شويه الكفته وعتاي شويه ايوا نقصيو ان شاء الله نردو شويه ديال الانرجي باش نشدو الطريق عاوتاني. هادي هي بوزنيقة والله صليت في داك الجامع اللي شفتو دابا ديك الكره ديالي خليتها عندي داك اللي قصيت عنده ربطتها تما وما فيها رد البال وصافي كاين لي حاجة ربطتها وصافي دابا غنمشي نتحرك ان شاء الله السبيكالا ونكمل الطريق ارتحت تقريبا شي ساعتين فيها الخضار الصلابة كلشي ايوا نمشيو دابا ان شاء الله نشدو الطريق. يلا خرجت على بوزنيقة في البلاصة فين كنت كنقصي ايوا كنت عديت هداك الشي دابا شاد الطريق المحمدية ان شاء الله كل واحد رجال ايوا غادي نشدو يمكن تبان ليا باقي جديد واقي هاد البني كامل جديد كما كتشوفو هنا عمارات راه مزال كيتبناو ديورا وإقامات وكلشي هاد البارتية هادي هاد البلاصة هادي غتكون يالله كتعمر باقا داكشي علاش هاد المرجان هدا غيكون تاهو جديد مفيهاش إوا صافي دابا غنمشي نشد الطريق إن شاء الله ديريكت خليت الطريق الوطني رقم واحد خليتها من الفوق بغيت نمشي مع هادي ديال الساحل غادا على البحر غتكون مبردة شوية ملي كتوقف كاين الصاد ولكن ملي كتحرك الديكالا قضية مبردة شوية. يلا اختو الاخوان غادي ب 11 كيلومتر في الساعة بيكالا ماشي شي حاجة غادي بشوية بالطبقة علاش حيت حيت غادي نحط النهار الاول في التريك ميمكنش نفورسي بزاف ماشي يهمني شحال ندير الكيلومتر ماشي قد ما كيهمني ان الاستمرارية فهمتي ميمكنش نفورسي بزاف وغدا نصبح قطيع اللحام والحوينات متقدرش تحرك تعكس داكشي علاش غادي دقة اصلا دابا راه نكون ضربت شي كدا 50 كيلومتر يعني راه مزيان ودابا تكون شي جوج ونص. اخوان الاخوات انا في كازا صافي ما بقيتش مازال في المحمدية قلت نزيد نضرب في كازا هي هنايا العائلة غنمشي نبات عندي ولكن باش توصل للدار ديال العائلة خصك تكون عندك مع الألغاز وتكون محارب وتكون نينجا وتكون أردوين أخذ كازا. المهم أنا قريب دابا البلاصة فين كاينين العائلة نمشي نستراح عندهم نضرب الصراحة الطريق ليهم نشوفو الفيديو الجاي.